على راسي. رح نحكي لكم اليوم عن الحشرة عوض. عوض ابو شفة. عوض كان ممسحة ولا شيء يذكر. وبأحد الأيام وهو قاعد بيستنى السيرفيس قرصته نملة. عوض خف عقله وصار يفكر ويقول: معقول؟ معقول يا الله، زي ما سبايدر مان إجا من مجرد قرصة عنكبوت، أنا من قرصة النملة أصير النملة مان؟ رح أصير جبار. ولما وصل عوض على بيته وفتحت له أمه الباب: مالك أرجان بعرقك يا ولد؟ يما أنا طول عمري حشرة، بس هالمرة رح أكون حشرة غير عن كل الحشرات، حشرة ما بندعس عليها. أيوة يما هيك بدي إياك، ما بدي إياك لا ترحم ولا تسامح حدا. أحط لك عشي يا ولد؟ أنا مش ولد يما، أنا النمل مادي العظيم، النمل مادي العظيم. وأصبح عوض أبو شفة النملمان العظيم، وصمم أفيع الملابس، وركب أطول لقرون، وألصق مؤخرة متدلية تليق بهيبته، واستولى على وكالة المرسيدس، وسطى على كل البنوك في الأردن، فانتقل لقصره الجديد في دير غبار، وتصدر عوض قائمة الإرهابيين العالمية. تفاقم الأمر فاجتمعت كل قوى الخير لمواجهة شرور النملمان، فما كان من النملمان إلا أن شرشح باتمان ومسح الأرض بسبايدر مان، وفكفك آيرون مان وحجم هلك، وجعل سوبرمان يطير عاريا. يا لهذا الشر المتفاقم من قلب إنسان عامله المجتمع كحشرة. وها هم الآن يقفون عاجزين عن القضاء عليه وتخليص البشرية من شروره وأحقاده. في إحدى الأمسيات العائلية كان النملمان يقضي وقتا مع أمه الحنون. يما خليني أقوم أجيب البفاف أكتر هالذبانات. لا يما أنت كمل أكل وأني برشهن. وبدأت الأم ترش الذباب عشوائيا، فرشت بطريق الخطأ على ابنها النملمان. يما الله يسامحك يما، ربتيني أكون حشرة وانتي اللي رشتيني. يا خسارة، عشت حشرة وموتت حشرة.